نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولية نتيجة لغياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولية الذي يقع بطريق القاهرة السويس جهة الشرق من مطار القاهرة، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة السويس والإسماعيلية، مشيرا إلى استمرار المطار في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقا لجداول التشغيل اليومية، وكذلك استقبال الطائرات التابعة لشركات الطيران المختلفة للتزود بالوقود، مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.